احنا بنقدم فن، احنا بنتعب ونشي عشان نقدم فن مش عشان نيجي نضحك. وانا ضد لما ينكتب اسم برواس من كردستان، لان كردستان جزء لا يتجزأ من العراق. انا بحبك يا قلبي. كل ما تتكلم توقع نفسها في مصيبة، غلطت في شعب كامل، دعت لشخصية ميتة دعوة غريبة، وغلط في الدين، زلت لسان من المشاهير على الهوى والمسرح، ودتهم ورا الشمس. تعالوا نعرف كل التفاصيل في الفيديو ده. من آخر التصريحات اللي الفنان عملها والجمهور قالب عليه من بعدها، هو اللي قاله الفنان بيومي فؤاد، وده بعد مسرحية زواج اصطناعي. قال وهو بيبكي: أنا وكل زملائي دول إحنا بنحبكم وهنفضل طول عمرنا نحترمكم، كتر خيركم، إحنا بنتعب وبنقدم فن مش علشان نيجي نضحككم. لو الموضوع كده يبقى في فنانين من أيام نجيب الريحاني لغاية محمد أنور المفروض يخلصوا من حياتهم. تحياتي لحضراتكم، أنا آسف. وحاول يبرر موقفه واللي بيحصل وقال: إحنا اتظلمنا والله، واتهنى، إحنا جايين نقدم فن، اقسم بالله احنا مش بتوع فلوس. والله العظيم لو العرض ده اتعمل بدون اجر لمدة 15 يوم كمان هيبقى لينا شرف وفرحانين جدا، وزيادة المستشار يعلم ده. وبعد التصريحات دي الجمهور هاجم الفنان بيومي فؤاد، وحس انه قال كلام مش صح ومش في محله ولا وقته، وخصوصا انه جاي مع ازمة محمد سلام مع موسم الرياض. بس بيومي فؤاد ما كانش اول فنانين الناس تهاجمه بسبب تصريحاته. يمكن الفنانة اللي واخدة مركز اول في الموضوع ده هي شيرين عبد الوهاب، واللي اتقال عنها انها بمجرد ما بتعمل حاجة غير الغنى بتودي نفسها في داهية. ومن المرات اللي اتكلمت فيها والجمهور اتعصب منها بما كانت في حفلة في السعودية يعني، وقالت: طالما ما نقدرش نستغنى عن الراجل في حياتنا يبقى نسمع كلامه أحسن. الجملتين دول ضايقوا الستات وعملوا هاشتاج اسكتي يا شيرين. ومن الفنانات اللي وقعوا في مشكلة بسبب جملة اتقالت منهم بدون قصد كانت الفنانة أحلام في برنامج المسابقات عرب آيدول، وقالت وقتها إن كردستان جزء لا يتجزأ من العراق. وبعدها طلعت وقالت: من يفسر كلامي عن كردستان إنه إساءة فقد ظلمني، لأني لم أقصد الإساءة بتاتا، أنا أكبر من السخافات المفسرة أو إثارة الفتن، ولست ممن تدس السم في كلامها وممن يخوض حروبا في السياسات. وما دام هناك قيل وقال حول كلامي فأنا أعتذر عنه، وأعتذر منكم إذا وصلكم بهذه الصورة الخاطئة. حمى الله الجميع وأدام عليكم الحب والسلام. ورغم أن الفنانة سمية الخشاب من الفنانات اللي ظهورهم قليل على الشاشة ومتفاعلة أكتر على السوشيال ميديا، مش بتعمل مشاكل كتير، بس في مرة وقعت بلسانها وحصل لها مشكلة، وقتها قالت: ربنا يخلي المرحومة فاتن حمامة ونراها قريبا على الشاشة. الكلام ده بعد وفاة سيدة السينما العربية بكم شهر. الناس حسوا ان كلامها في استهزاء، وناس تانية اتريقوا على اللي قالته. بس في كل الاحوال الجمهور اعتبروه زلة لسان من فنانة توترت في لقاء، ومحدش من اهل الراحلة فاتن حمامة قال حاجة او طلع هاجم سمية الخشاب في الموضوع ده، والموضوع عدى. وعلى عكس سمية الخشاب ففي فنانين تانيين غلطتهم كانت بفورة، زي مريم فارس واللي تعرضت لنقد كبير وناس كتير بطلوا يتابعوها ويسمعوها بعد ما بررت عدم احياء حفلات في مصر، بان اجراها بقى كبير، وقالت: انا تقيلة على مصر. ورغم انها حاولت تدافع على نفسها كتير بس اتحطت عند الجمهور في خانة معينة، ولحد دلوقتي في ناس مش عارفين يتقبلوها. وزي ما في فنانين ستات وقعوا بلسانهم كان في منهم رجالة كمان، منهم الفنان الكبير راغب علامة واللي وقع في ورطة بسبب كلامه عن فيروز واللي كان بيعبر عن مدى عجبه بيها، وقال ان الله لم يخلق مثل الفنانة فيروز. هنا ناس كتير اتهموه بانه بيتطاول على الذات الالهية وان ربنا ما ينفعش يتكلم عنه بالشكل ده، بس وقتها دافع عن نفسه كتير واكد انها مجرد زلة لسان. والفنان محمد رمضان كمان اتعرض لهجوم كبير، وده بعد تصريحات ليه انتقد فيها الراحل اسماعيل ياسين، وقال ان افلامه كان فيها حاجات مسيئة لمصر وان الجندي المصري ما كانش شكله كده ولا بيهزر بالطريقة دي. بس رمضان طلع بعدها وقال: حق التوضيح، اسماعيل ياسين اكتر ممثل بيضحكني، ويشهد على كلامي الاستاذ ايمن بهجت قمر وحافظ جميع اغانيه. السؤال كان: هل في مخططاتي المستقبليه اني اقدم فيلم عن الجندي المصري زي افلام اسماعيل ياسين؟ فقلت: لا، انا احب اني اقدم افلام تظهر الجندي المصري بشكل متناسق وكامل احترامي وتقديري للاستاذ اسماعيل ياسين وعيلته وكل رموزنا الفنيه من اقدم واحد لاحدث واحد فيهم.